هذه الخليه الارهابيه من اخطر الخلايا اللي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للابحاث القضائيه لعده اعتبارات، ولكن على مستوى الوسائل المستعمله. الوسائل المستعمله هذه خليه ارهابيه كتشتغل عكس الذئاب المنفرده اللي كتراهن على العمليات الفرديه باستعمال الدهس او السكاكين او السلاح الناري اللي يمكن يحدث وفاه او جوج ديال الوفيات. هذه خليه ارهابيه تراهن على ما يسمى بالاهداف المتعديه القصد، بمعنى اننا نحدث اكبر قدر من الخسائر وبالتبعيه نعطي واحد الزخم كبير للفكر ولا التهديد الارهابي. اذا هذه الخطوره والتعقيد ديال هذه الخليه انها كان عندها اهداف متعديه القصد، اي انها تقوم بعمليات انتحاريه وتفجيريه باش يكون واحد الزخم اعلامي كبير ويكون واحد زخم ايضا للتهديد الارهابي. الحمد لله العناصر ديال المكتب المركزي للابحاث القضائيه راه جهد هذه العمليه وقطعنا الطريق وسدينا الذريعه على هذه الخليه الارهابيه. هذه الخليه الارهابيه ديال البارح راه هي خليه واحده وعندها مجموعه من الاشخاص المتشبعين بالفكر المتطرف اللي تم التوقيف ديالهم في عده مدن، ولكن عندهم ارتباط عضوي واحد في اطار خليه اللي مرتبطه بتنظيم ما يسمى بتنظيم الدوله الاسلاميه. ما يخص كلمه وشيكه، هاد الخليه الارهابيه راها وصلت للمراحل المتقدمه قبل الانتقال الى التنفيذ المادي. كيفاش يمكن نعرفوا هذه المساله؟ الى رجعتوا للبلاغ غتلقاو بان هاد الخليه قامت بعمليات مسح ورصد ميداني لعده اهداف. اذا هاد الناس راه كانوا محددين الاهداف اللي غيستهدفوها بماذا؟ بعمليات انتحاريه كما تفضل السيد المدير. عمليات انتحاريه شنو اللي كشفها لنا؟ كشفوها لنا المحجوزات والمعطيات الاوليه اللي وفرتها المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني. اذا هاد العمليات الانتحاريه شنو اللي كيبين لنا هذا الاسلوب المستجد لاعاده الاحياء ديالهم من سنه 2003 كما تفضل السيد المدير، وهو انهم وضعوا السترات ووضعوا مجموعه من المتفجرات اللي غيتفضل الدكتور بالشرح ديالها، اللي يمكن من هذاك الخليط الكيميائي انهم يقدروا يصنعوا اربعه انواع من المتفجرات كما غيتفضل السيد الدكتور بعد قليل. اذا وشيكا راه كنا في واحد المرحله اخيره تقدر تنتقل من ساعات الى بضعه ايام، اي اننا كنا امام مشروع كبير بمعالم جديده اللي هي فيها استعمال العنف. لاحظتوا حتى المقاومه العنيفه اللي استعملوها في حق عناصر التدخل السريع التابعه للمديريه العامه لمراقبه التراب الوطني كانت خطيره جدا. تصاب فيها احد العناصر ديالنا والسيد المدير العام مشكورا راه يوم امس قرر وعطى التعليمات ديالو باش يتم الترقيه ديالو بشكل استثنائي الى الرتبه الاعلى، مع تحمل جميع النفقات ديال التطبيب والاستشفاء والنقاهه على نفقه المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني. لهذا تجسيد بسيط من العنايه اللي كتوليها هذه المديريه هذه لجميع الضباط والعناصر ديالها اللي كيخدموا على خط تماس مع المخاطر والتهديدات الارهابيه. بالغ التعقيد سواء على مستوى الارتباطات ديال هذه الشبكه او على مستوى الاسلوب الارهابي. على مستوى الاسلوب الارهابي عندنا العبوات الناسفه، وهذا كيدل على اننا امام عمليه انتحاريه كاميكاز. عندنا مستحضرات كيميائيه اللي كتبين باننا امام توجه جديد في صناعه المتفجرات، وعندنا ايضا طنجره الضغط اللي كتستعمل في العبوات الناسفه اللي يمكن يستعملوها في التفجير عن بعد، اي اننا عندنا مشروع ارهابي عنده مجموعه من الاهداف ومجموعه من الارتباطات والتقاطعات اللي هي صعيبه وصعيبه وبالغه التعقيد. باش اننا نجهضوا هذه المساله راه ما يمكنش يتصورها الانسان بالسهوله، راه هذا كما قال السيد المدير عمل جبار اللي امتد على عده اشهر باش اننا نوصلوا قبيله ساعات ولا قبيله بضعه ايام اننا نجهضوا هذا العمل ونحيدوا الخطر ونحميوا الامن ديال المغاربه وديال المغرب. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.